بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء وإمام المرسلين، سيدنا وحبيبنا ورسولنا وطب قلوبنا محمد النبي الهادي الأمين، وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين المطهرين، ومن تبعهم بهدى وإحسان إلى يوم أن نلقاك يا رب العالمين. وبعد، إخوتي وأخواتي مشاهدي قناة الصحة والجمال، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ويسعدني أن ألتقي حضراتكم في هذه الساعة الكريمة وفي هذا الشهر الفضيل، شهر الرحمة والخير والبركات والأمن والأمان والسلام والإسلام، الذي دعا فيه خير الأنام محمد صلى الله عليه وسلم يوم أن رأى هلاله: اللهم أهله علينا بالأمن والإيمان والسلامة والإسلام، هلال خير ورشد، ربي وربك الله. ما أجمل دعاء الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم، وما أمتع وأروع ضراعته عليه الصلاة والسلام. الحقيقة شهر رمضان أو هذه الأيام الطيبة، سواء شهر رمضان أو يوم عرفة أو أوقات كثيرة بيسموها أوقات شريفة، بتبقى بالنسبة للمسلم والمسلمة استثمار حقيقي للقرب من الله سبحانه وتعالى، والضراعة والدعاء. الدعاء في الإسلام الحقيقة يعني قصة ليست شكلية ولا لسانية، إنما الدعاء كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: الدعاء هو العبادة. وتلا عليه الصلاة والسلام، يعني قرأ بعد هذا القول قول الله تبارك وتعالى: إن وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، إن الذين يستكبرون عن عبادتي، خلي بالكم كلمة عبادتي، لأن العلماء فسروها بأن العبادة هنا مقصود بها الدعاء، كأن العبادة كلها تتلخص في هذه الضراعة وهذا الطلب وهذا الافتقار وهذا الأدب مع الله سبحانه وتعالى، وهذا اليقين وهذا الظن الحسن برب العالمين تبارك وتعالى الذي هو على كل شيء قدير. إن الذين يستكبرون عن عبادتي، يعني عن دعائي، سيدخلون جهنم داخرين. ومن ذا الذي يستكبر أن يدعو رب العالمين الذي بيده مقاليد السماوات والأرض، بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون، الذي يخلق ولا يخلق، يطعم ولا يطعم سبحانه وتعالى، رب بهذا الجلال وهذا الكمال وهذا الجمال وهذه القدرة المطلقة على كل شيء قدير، عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا، صاحب الأسماء الحسنى والصفات العلى سبحانه وتعالى. كلما تعرفت على رب العزة والجلال تبارك وتعالى، عرفت قيمة هذه العبادة العظيمة التي يتأكد وجودها وارتباط المسلم بها في مثل هذه الأيام المباركة التي وصفها الله سبحانه وتعالى شهر رمضان أياما معدودات، وكأن الله تبارك وتعالى هو عز وجل أعلم بمراده، يعني أيام معدودات، ونحن نعرف أنها فعلا أيام معدودات، وإنه شهر، والشهر يا إما 29 أو إذا اكتملت العدة 30 يوم، إذن معروف عدة الشهر. لماذا يقول الله أياما معدودات؟ يعني كأن الله تبارك وتعالى عز وجل يقول لنا: انتبهوا لكل لحظة، لكل ثانية، لكل ساعة، لكل طلعة شمس، لكل غروب شمس، لليل هذا الشهر الكريم. أوقات هي أعظم فرصة للاستثمار واختصار العمر بين يدي الله تبارك وتعالى بالعمل الصالح. إحنا أمة أعمارنا قصيرة، أعمار أمتي ما بين 60 و70، وأقلهم من يجاوز ذلك أو يعني يوصل لمئة سنة بنسميه معمر في عمر هذه الأمة. فمن رحمة الله سبحانه وتعالى بأمة النبي محمد الحبيب القريب الطبيب صلى الله عليه وسلم، أن جعل لها من الأعمال ما يضاعفها لها، وجعل في أعمارها مواسم للخيرات يستثمر فيها المسلم والمسلمة، العبد الذي يعرف ربه عز وجل ويعرف قيمة هذه الأوقات وقيمة مثل هذا الشهر الكريم، ساعاته، ليله ونهاره وما إلى ذلك،
يستثمر فيها مع الله سبحانه وتعالى، والله عز وجل يضاعف لمن يشاء. واحنا عارفين ان احنا في ليلة، في شهر رمضان، في ليلة هي كما وصفها الله سبحانه وتعالى هي ليلة القدر، خير من ألف شهر. ألف شهر قرابة 83 سنة، يعني تقريبا هو عمر الإنسان في الغالب 83 سنة، يتلخص في ليلة التي قال النبي صلى الله عليه وسلم التمسوها في العشر الأواخر من رمضان. ليلة تساوي العمر. إذن المسألة يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، والله يريد. شوف جمال الآيات وعظمتها وبساطتها ووصولها لكل إنسان بالفهم البسيط. والله يريد أن يتوب عليكم، ليست مجرد إرادة، إنما أعاننا الله سبحانه وتعالى على العودة إليه من أقرب طريق وبأيسر طريق وبدون استئذان. بمجرد أن يتوب الإنسان إلى ربه ويصدق في التوبة، الله عز وجل هو الذي يسارع إليه سبحانه وتعالى عما يقولون علوا كبيرا. تقرب إلي من تقرب إلي شبرا تقربت إليه باعا، ومن تقرب إلي باعا تقربت إليه ذراعا، ومن أتاني يمشي أتيته هرولة. من الذي يقول هذا؟ الله سبحانه وتعالى في الحديث القدسي، وهو أغنى الأغنياء سبحانه وتعالى، والله هو الغني الحميد. إن يشأ يذهبكم ويأتي بخلق جديد مهما يكون عددكم، لأن الله هو الخالق وهو الوهاب وهو الرزاق سبحانه وتعالى. ومع ذلك من جاءه مجرد عبدي قم إلي أمشي إليك، دي أحاديث قدسية. قم إلي يعني تحرك إلى الله سبحانه وتعالى بطاعة من الطاعات، بتوبة خالصة نصوحة إلى الله سبحانه وتعالى، خصوصا في هذه الأيام المعينة على الخير، الصيام والقيام وتلاوة القرآن، والناس عايزة تختم ختمة وراء ختمة. يعني الأجواء كلها مهيئة أن نكون في هذا الشهر وهذه الأوقات الكريمة أقرب إلى الله سبحانه وتعالى. إذن أعظم أبواب القرب من الله سبحانه وتعالى هذه التي قال عنها السيد الرسول عليه الصلاة والسلام عبادة. قال صلى الله عليه وسلم الدعاء هو العبادة. ولما رب العالمين الذي بيده ملكوت كل شيء ولله خزائن السماوات والأرض، إلى آخر ما تقرأ في القرآن الكريم عن عظمة الله وعن قوة الله وعن ملكوت الله وعن قدرة الله عز وجل، كن ربنا يملك كل شيء سبحانه وتعالى وهو على كل شيء قدير. طيب كيف لا يجدها المسلم فرصة أن يدعو رب العالمين، هذا الذي بيده ملكوت كل شيء، يدعوه ويبتهل إليه وتضرع إليه. من لم يسأل الله يغضب عليه. واسألوا الله من فضله. هل الفقير أو البخيل يدعوك إلى أن تطلب منه ويغضب عليك إن لم ترفع يديك بالطلب والضراعة؟ شيء عجيب جدا، يعني لا يفعلها إلا الكريم العظيم الغفور الرحيم القريب الودود. ولله الأسماء الحسنى، زي ما بقوله بعضها، ربنا قال كده، ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. يعني اللهم اغفر لنا يا غفور، اللهم ارحمنا يا رحيم، اللهم اكرمنا يا كريم، او تقول كده تحقيقا لأسماء الله الحسنى وصفاته العلى، اللهم إني أعلم وأوقن، اللهم إني أعلم أنك غفور فارحمني، أو فارحمنا بصيغة الجمع. اللهم إني أعلم، مش مجرد علم، يقينا أنك أنت الغفور الرحيم. اللهم إني أعلم أنك غفور فارحمني، كريم فأكرمني، عزيز فأعزني، قوي فقوي في رضاك ضعفي، ولي فتولى يا ربي جميع أمري. الله يحب هذا الدعاء، هذا النوع من الدعاء، لأنه هو الذي أمر نبيه سبحانه وتعالى ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، عشان الإنسان يعايش أسماء الله سبحانه وتعالى وتكون صفات الله حاضرة في قلب المسلم لا على لسانه فقط. مشكلتنا يا حبايبي إن إحنا أحيانا نردد كلام حافظينه، خصوصا الدعاء. يعني لما ندخل في قضية الدعاء هنلاقي إن إحنا ربما حرمين أنفسنا من عبادة من أعظم العبادات إذا تذوقنا حلاوتها، خصوصا في شهر رمضان وهذه الأيام المباركات، وفي وقت السحر، وقت التنزل الشريف المقدس
في هذه الأوقات المباركة بين الأذان والإقامة، كل هذه أوقات عند نزول المطر، يعني أوقات أخبر عنها الحبيب صلى الله عليه وسلم أن دعاء العبد هو أقرب إلى الإجابة فيها. وفي نص حديث إذا كنا في الصلاة أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد. دي منطقة المذلة والخشوع والقرب والحب من رب العزة والجلال تبارك وتعالى. شوف أمتع لحظات الصلاة كلها متعة، وهي كانت كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: وجعلت قرة عيني، راحة بالي، سعادتي، حلاوتي، وجعلت قرة عيني في الصلاة. أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد، فأكثروا من الدعاء، أو فأكثروا الدعاء. ليه؟ لأنك قريب على باب الملك سبحانه وتعالى، وهو السميع القريب، هو السميع العليم. مش محتاج تمسك ميكروفون عشان تدعو الله سبحانه وتعالى، أو تنادي عليه، أو تتضرع إليه. قال الصحابة يوما للنبي عليه الصلاة والسلام: يا رسول الله، ربنا بعيد فنناديه، يا رب يا رب، عشان يسمعنا، بعيد فنناديه، نرفع أصواتنا بالدعاء حتى يصلنا صوته سبحانه وتعالى، أم قريب فنناجيه، ندعوه يعني تضرعا وخفية بصوت بسيط. فأنزل الله تبارك وتعالى عز وجل هذه الآية الجميلة الكريمة التي تشعرك أنك لست وحدك في الحياة، مهما تكون في أمر فإن الله قريب منك، ودود، حبيب إليك سبحانه وتعالى. قال تعالى: بيسألوك عني يا محمد. شوف جمال الآية ونصها ومتنها وحلاوتها: وإذا سألك عبادي عني. شوف عبادي عني، بيسألوك عني. منطوق الآية يدل على مودة الله ووده سبحانه وتعالى لعباده. عبادي سماهم عبادة، وده مقام في الشرف والمجد والسؤدد والجمال والكمال لا يناله إلا المقربون. اللهم اجعلنا وحضراتكم منهم يا رب العالمين. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب، أجيب دعوة الداعي إذا دعاني، فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. يستجيبوا لي ويؤمنوا بي هو الإسلام كله، هو ديننا كله، في بساطته، في سهولته، في جماله، في اقترابه. أنت عايز تدخل لربنا من أي باب؟ سهل، ادخل، توضأ وصلي، اقرأ قرآن، اذكر الله: أنا جليس من ذكرني فاذكروني أذكركم. لهذه الدرجة إذا ذكرت الله سبحانه وتعالى تردد اسمك في الملأ الأعلى. إيه العظمة دي؟ إيه الجمال؟ اللي بقوله ده نصوص كلنا قريناها، كلنا بنسمعها في القنوات وفي مجالس العلم وبنقراها في الكتب، لكن حينما يكون عندنا فقه الاستحضار نذوق حلاوتها. يتحول من نص مكتوب في المصحف إذا كان آية، أو في كتب الأحاديث إذا كان حديث، أو في كلام العلماء والفقهاء في شروحهم لهذا تفسير أو شروح للأحاديث، بتتحول هذه الجمل جمل وهذه العبارات من نصوص مكتوبة في الورق إلى طاقات شحن للإيمان، إلى دوافع لتحسين صورة الحياة، للأداء الجيد في الحياة. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم كان يدعو الله سبحانه وتعالى فيقول: يا رب ساعدني على العبادة، لا، أعني أن أعبدك، لا. إنما كان يقول، وعلى فكرة كان هذا دعاؤه الدائم بعد أن يسلم التسليمتين من الصلاة، كان يقول: يستغفر الله ثلاثا بعد أن يمسح على جبهته الشريفة عليه الصلاة والسلام، ثم يدعو الله تبارك وتعالى بهذا الدعاء: اللهم أعني، ساعدني يا رب، خذ بناصيتي إليك. لأن أنت اوعى تفتكر أن احنا بنصوم ونصلي ونقرأ قرآن كده بسهولة، لا، ده أنت أمامك شيطان يريد أن يقطع عليك الطريق إلى الله، في نفس تدعوك إلى الكسل وإلى الدعاء وإلى أمور كثيرة جدا جدا بعيدة عن مواطن الطاعة وأماكن القرب. فأنت كون أن ربنا سبحانه وتعالى حبب إليك الإيمان وزينه في قلبك وكره إليك الكفر والفسوق والعصيان، دي نعمة تحتاج إلى أن تشكر الله سبحانه وتعالى أعمار فوق عمرك،
أسأل الله أن يبارك في أعماركم جميعا وأن أجعلها في طاعته سبحانه وتعالى. فكان النبي عليه الصلاة والسلام من حلاوة دعائه ومن عبقريته صلى الله عليه وسلم ومن فن الذكر والدعاء عند خاتم الأنبياء على رأي كتاب عنوان كتاب من كتب شيخنا العالم الجليل الشيخ محمد الغزالي رحمة الله عليه، له كتاب جميل قوي يا ريت يعني تقروه، اسمه فن الذكر والدعاء عند خاتم الأنبياء صلوات الله وسلامه عليه. بنتأمل مش مجرد ان دعاء، كيف لهذا النبي الأمي، كيف له أن يدعو الله بهذا الجمال. فيجي النبي صلى الله عليه وسلم بعدما أن ينتهي من الصلاة ويسلم التسليمتين بأبي هو وأمي صلوات الله وسلامه عليه، يقول اللهم أعني على، وأنا عايز أنبهك نشوف كيف تكون صلاة النبي، كيف يصلي رسول الله خير الخلق، كيف هي تسبيحاته، كيف هو ذكره، كيف هو ركوعه رفعه من الركوع، سجوده بين يدي الله سبحانه وتعالى. يعني تأمل، أقرب العباد إلى الله تبارك وتعالى محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، كيف يكون حاله في الصلاة. أخشانا لله وأتقانا إليه، كان يسمع في وصف صلاة النبي وحاله جوه الصلاة، كان يسمع لصدره وهو في الصلاة أزيز كأزيز المرجل، المية اللي بتغلي والتكتك كده لدرجة غليان عليا، هذا هو صوت النبي صلى الله عليه وسلم قربا وضراعة وخشوعا وتبتلا إلى ربه الذي أرسله رحمة للعالمين عليه الصلاة والسلام. طب دي حال النبي صلى الله عليه وسلم، محتاج أن يقول يا رب ساعدني على أن أنا أعبدك كويس؟ هو في أجمل من عبادة النبي لربه؟ في أقرب من هذا الرسول لمولاه سبحانه وتعالى؟ في أخشع من قلب المصطفى عليه الصلاة والسلام؟ ومع ذلك شوفوا جمال الدعاء وافتقار النبي عليه الصلاة والسلام العبد الشكور عليه الصلاة والسلام إلى ربه ومولاه بعد ما يخلص الصلاة الجميلة دي اللي هي قرة عيني، اللي بيسمع فيها لصدره أزيز كأزيز المرجل، الذي كان يعني يصلي بالناس بما تيسر لهم ثم يقوم من الليل حتى تتفطر وتتورم قدماه وتتشقق عليه الصلاة والسلام من طول القيام، وهو الذي قال الله لئن سنلقي عليك قولا ثقيلا. هذا القرآن الذي هو شهيق وزفير وحياة المصطفى صلى الله عليه وسلم، والذي يسره الله بلسانه، إنما يسرناه بلسانك لتبشر به المتقين وتنذر به قوما لدة قوما خصمون. ومع ذلك كان إذا انتهى من التسليمتين يقول عليه الصلاة والسلام بعدما يستغفر الله 3 مرات ويمسح على جبهته، يقول اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، مش عبادتك، لا، على حسن عبادتك، العبادة الجيدة، العبادة الحسنة. طب ده أنت يا رسول الله عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم لا يرى أحد يعبد الله كعبادتك، ولا يكبرك كتكبيرك، ولا يركع كركوعك، ولا يسجد بين يدي ربه ومولاه كما تسجد. السيدة أم سلمة أمهات المؤمنين كانوا بيخافوا عليه إذا قام من الليل وأطال السجود، بعضهم تقلبه، تفتكروا أنه فاضت روحه إلى بارئها سبحانه وتعالى من طول سجدته بين يدي الله سبحانه وتعالى. فتقترب منه فتجده يتنفس عليه الصلاة والسلام وتطمئن، فتسمعه يقول دعاء في غاية العجب، يعني دعاء واحد شديد الخوف من الله وهو أقرب العباد إليه، شيء عجيب في حياة النبي وفي أدعية النبي وفي قربه وفي دعائه وتبتله، سواء في الصلاة أو خارج الصلاة أو في أي موطن من مواطن الدعاء، فيما ورد عنه من صحيح السنة عليه الصلاة والسلام في دعائه بأبي هو وأمي عليه الصلاة والسلام، تسمعه يقول إيه؟ يا مقلب القلوب، وكان هذا أكثر دعاء النبي عليه الصلاة والسلام في سجوده، يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. طب ده يا رسول الله
ربنا سبحانه وتعالى قال: كذلك لنثبت به فؤادك. القرآن الكريم أنزلناه، من وظيفة القرآن تثبيت قلب وفؤاد النبي صلى الله عليه وسلم في أداء مهمته العظيمة، لأن ما فيش رسول تاني، رسول يأتي يخرج الناس، يخرج الله به الناس من الظلمات إلى النور في 23 سنة، مدة في الزمن قصيرة جدا، يغير العالم كله هذا التغيير الهائل في هذا الوقت القصير ده. الفترة دي بحساباتنا احنا والمهمة الكبيرة، وان دي آخر رسالة ربما تحتاج، إذا تصورنا يعني في منطقنا احنا كبشر، تحتاج لمئة رسول وألف رسول، لأن خلاص البشرية لا رسل بعدها، بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم ما فيش رسل تاني. ومع ذلك يضع الله كل الكمالات وكل الكمال العظمة وكل الجمال وعظيم البيان في هذا الرسول العظيم صلى الله عليه وسلم، هذا الرسول الذي قال الله له: أنا أحب أن تقوم بين يدي يا محمد، أنا أحب أن تقوم وأن تنصب قامتك لي، وأنا أقدر هذا، ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. الله يحب أن يرى رسوله بين يديه في الليل، في وقت السكون ووقت النوم ووقت الناس في سبات عميق، يقوم محمد صلى الله عليه وسلم يدعو ربه بأدعية قليلة فيها الجمال كله وفيها العظمة كلها: يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. يا جماعة الموضوع كبير قوي، يعني إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم على جماله وكماله وعظمته وعلى ختم الله واصطفائه له أن يكون هو خاتم الأنبياء والمرسلين، بيدعي ربنا في السجود، وكان هذا من أكثر دعاء الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم، يقول كده: يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك، يعني يبقى هذا الدين في قلبي حتى ألقاك غير مغير ولا مبدل. ده مين اللي بيقول كده؟ عايزكم تتخيلوا وتتصوروا وتتعمقوا في أدعية الحبيب صلى الله عليه وسلم بما تعرفونه عن رسول الله، عن رسول الله. كل ما تعرف النبي تعرف إيه العظمة دي، ومع ذلك مع هذه العظمة وهذا القرب وهذه المغفرة لما تقدم من ذنبه وما تأخر عليه الصلاة والسلام، بنص القرآن الكريم: قد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر، وبقدر ما أعطاه الله من علوم وشرفه من علم، قال تعالى: أنا الذي علمتك، أنا رب العالمين، وعلمك ما لم تكن تعلم، وكان فضل الله عليك عظيم. وأقول لك إيه ولا إيه عن عظمة النبي صلى الله عليه وسلم عشان نحبه بجد، لأن هذا الرسول، الرسول الشكور العابد صلوات الله وسلامه عليه، أقرب المقربين إلى رب العالمين تبارك وتعالى. هذا الرسول تجد في دعائه شخصية المفتقر، كأن واحد كان، اسمحوا لي في هذه الكلمة واستغفر الله عنه، كأن واحد يدعو الله وهو خارج من بحر الذنوب والمعاصي. أدعية النبي تشعرك بهذا، إنما هذا دليل على افتقار النبي ومسكنته وضراعته بين يدي مولاه تبارك وتعالى، حتى يصل به الأمر إن يطلب أن يثبت الله قلبه على دين. ده القرآن نزل على قلبك، نزل به الروح الأمين على قلبك، يا سلام. ومع هذا التشريف لا ينظر النبي صلى الله عليه وسلم إلى نفسه ومقامه عند ربه، إنما ينظر إلى مقام ربه، أن هذا الرب العظيم يجب أن أكون له عبدا شكورا. ريح نفسك يا رسول الله، بتقول له كده أم المؤمنين: ألم يغفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر؟ الرد الجميل، الاعتراف بالجميل، الشكر والعرفان لا يكون إلا على قلب ولسان محمد عليه الصلاة والسلام. طيب يرد يقول إيه؟ أنا أحب الصلاة يا عائشة، أو أم المؤمنين اللي سألته، أنا يعني قرة عيني في الصلاة كما قال في حديث الآخر، إنما يرد جوابا مناسب لمقام النبي في شكره لمولاه، ومثير لإعجاب وجمال من يقرأ عن هذا النبي وتعرف على قربه
وشكره لمولاه سبحانه وتعالى. طيب ربنا غفر لي، انت بتقولي مش ربنا غفر لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر؟ طب دي نعمة ولا مش نعمة؟ من أعظم النعم أن تكون صحيفتي بيضاء ليس فيها لا إثم ولا ذنب، هذه نعمة جليلة. طيب الله أعطاني هذه النعمة، يعني ركعتين ولا 8 ركعات في القيام ولا في التراويح ولا في التهجد، وما هذا كثير على الذي أعطاني هذه النعمة؟ النبي يريد أن يقول هذا ببساطة في جملة هي في صيغة السؤال، أفلا أكون عبدا شكورا؟ أفلا أكون عبدا شكورا؟ يعني يقابل هذه النعمة نعمة المغفرة العظيمة التي اختص الله بها رسوله صلى الله عليه وسلم، أفلا أكون عبدا؟ شوفوا سبحان الذي أسرى بعبده، العبودية مقام عالي منحه الله سبحانه وتعالى لرسول الله صلى الله عليه وسلم، ومنحه الله لعباده المؤمنين حينما قال وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون كانوا سلاما. ما أعظمك يا رسول الله. معنا اتصال، السلام عليكم ورحمة الله. عليكم السلام ورحمة الله. أستاذة أميرة أهلا وسهلا، كل سنة وأنت طيبة يا ماما. بجد بشكرك على الحلقة الفظيعة دي، يعني ربنا يبارك فيك ويحفظك وتقبل. كنت عايز أسألك سؤال. اتفضلي. هل ينفع أنا لما أطلع صدقة في رمضان إن أنا عادي لو قلت عليها أو ما قلتش؟ قلت لمين؟ فهميني شوية يا أميرة. يعني مثلا والدتي، أختي. بتقولي ليه؟ زوجي. يعني بتستأذني؟ لا، زوجك ده قصة تانية، إذا كانت من ماله لازم تستأذني، فده بنص الشرع. طيب أنا خليكي معايا أميرة هداوب، ده سؤال مهم يدل على فكرة الإخلاص، إن في حديث السبعة الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، النبي عد 7 منهم، ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم يمينه ما أنفقت شماله، في رواية تانية شماله صدق باليمين أو الشمال، المهم أن تكون صدق، يعني دليل على أنه لا يريد أن يطلع عليها أحد. لكن إذا أنا تصدقت وأريد أن يعني أثير حب الصدقة في نفوس الناس، هذا وارد أيضا، بس هذا يقال لمن يملك نفسه وهو أبعد قدر المستطاع عن الرياء. فإذا كنت يا أميرة، إذا كان زوجك وتتصدقي من ماله يبقى تستأذني، ده لها حكم خاص، هتقولي لماما أو تشاور في هذا الأمر، إن حد محتاج تشير عليك بحد محتاج تاني، التفاصيل اللي احنا عارفينها بنتكلم فيها مع بعض فلا بأس، لكن خلي بالك من نيتك قوي عشان الصدقة تبقى خالصة لوجه الله سبحانه وتعالى، لأن الصدقة دي إذا قبلت بتطفئ غضب الرب وتقرب العبد من مولاه سبحانه وتعالى، يعني جزاءها عظيم جدا جدا إذا كان فيها شرط الإخلاص. يعني أهم حاجة نعبد الله سبحانه وتعالى من هذا الباب العظيم، باب الإخلاص، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول إنما الأعمال بالنيات، يعني مش بس الأعمال مهما كانت كثيرة وفيها نية مغشوشة أو نية فيها ربنا والناس، يقول الله في الحديث القدسي الجليل أنا أغنى الشركاء عن الشرك، فمن عمل عملا أشرك فيه معي غيري، يعني لوجه الله وعشان الناس تقول علي كذا والعياذ بالله، تركته وشركه، وفي رواية فهو لغيري، لأن ربنا عايز البضاعة النظيفة تقدم لله سبحانه وتعالى أجود أنواع الأعمال، زي أنا كنت بقول من شوية النبي صلى الله عليه وسلم يخلص لسه صلاة، وأنا وصفت لكم قد إيه أو قدر ما استطعت، يعني قد إيه النبي بيكون خاشع في صلاته عليه الصلاة والسلام، ومع ذلك ما فيش أجود ولا أحسن من عبادة النبي بعد ما يخلص افتقارا لرب يقول اللهم أعني على ذكرك وشكرك وعبادتك، لا، اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، نقدم لربنا تبارك وتعالى التي هي أحسن والتي هي أجود والتي هي أجمل، من نزهدش فيما نقدمه إلى الله سبحانه وتعالى. عايز أصلي بسرعة أخلص عشان أسقط الفرض، قد يكون خلاص أنت أديت لكن ما صليت، خلي بالكم فرق بين الأداء والصلاة،
يعني أعيد تاني؟ لا، ما هو إذا صلينا بإتقان يعني شكل الصلاة الظاهر من التكبير والركوع والرفع والاطمئنان، أركان الصلاة وشروطها المعروفة في كتب الفقه وفي صفة صلاة النبي عليه الصلاة والسلام، ماشي. لكن يبقى أمر تاني، الخشوع في الصلاة. أنتوا فاكرين إن ربنا ربط الفلاح بإقامة الصلاة بس؟ لا، في سورة المؤمنون وحضراتكم حافظينها وبتقرؤوها وهتقروها في ختمات رمضان الكثيرة الموفقة المقبولة بإذن الله تبارك وتعالى، ربنا بيقول كده في أوائل سورة المؤمنون، بسم الله الرحمن الرحيم، قد أفلح المؤمنون. أفلح ده شهادة من الله. مين هم؟ أول صفاتهم الذين هم في صلاتهم خاشعون، صلوا كده كده، لكن مش أي صلاة، صلاة خاشعة. فكلما صححنا النية تقبل الله صلاتنا وصيامنا وقيامنا وصدقاتنا. أستاذ مجدي السلام عليكم. ازي حضرتك؟ يا ألف مرحبا، كل عام وأنتم بخير. حضرتك طيب؟ أنت طيب يا حبيب قلبي، أهلا وسهلا. أهلا بحضرتك. حضرتك زكاة الفطر تجوز للأولاد؟ نعم. زكاة الفطر تجوز للأولاد؟ لأولادك يعني؟ أيوه. نعم، هرد عليك، حاضر. طبعا بارك الله فيك. الزكاة، زكاة ال أنا فهمت كده، يعني إنك أنت تقصد ولادك مثلا اللي متجوزين، يعني أنا هجاوب على الشقين. زكاة الفطر تجوز للأولاد، هي واجبة أن يخرجها الرجل على أهل بيته ومن هم في كفالته. زكاة الفطر أو زكاة المال أنواع الزكوات، لكن هو زي ما أنا لمحت في سؤاله ان يطلعها لاولاده او بناته المتجوزين مثلا اذا كانوا محتاجين او مثل هذا، يجوز هذا اذا كانوا من اهل الصدقات او الزكوات، يعني ظروفهم الماديه صعبه، يستحقون، فقراء، مساكين، اذا كانوا يتصفوا بهذه الصفه فهي زكاه وصله رحم أيضا. إذا كانوا يعني ظروفهم يقدروا يعدوا، زكاة رمضان معروفة ويعني نسبتها بسيطة، يبقى الأولى كما قال بعض الفقراء ألا تحرم فقراء آخرين بينتظروا هذا الشهر لهذه الزكوات وتعطيهم، لكن المودة والرحمة وصلة الرحم بين الأقارب وبين الأولاد وبين كذا وكذا مستمرة طول العام وطول العمر. بارك الله فيك. إذن بنقول فكرة أدائنا يا جماعة للعبادة لابد فيها من اختيار الأجود والأحسن، ودي لا يتذوقها إلا من يعني عاش في العبادة بقلبه وجسده وروحه. ما يأديش لربنا سواء من دعاء أو صلاة أو صدقات إلا أجمل ما يكون على قدر استطاعته، فاتقوا الله ما استطعت. اختنا ام عمر سلام عليكم. الله بركاته يا ابني. اهلا يا حاجه، يا مرحبا بيك. كل عام وانتم بخير يا حبيبي. وانتم بخير است الكل، ربنا يبارك في عمرك. تعالوا شهر مبارك عليك. علينا وعليك، امين يا رب العالمين. يا رب. انا عندي 74 سنه. اللهم متعها بالصحه والعافيه. الله يخليك. وبعدين انا يعني عندي البول على طول، ما بعرفش اتوضى ولا اصلي، البول على طول. شفاك الله وعافاك. البول عندي على طول، ما فيش يعني مش عارفه، يعني انا تعبانه نفسيا من حكايه البول ده. يعني مش بعرف مأثرة في حق ربنا، بس بقرا القران وبصوم وبصلي وانا قاعده كده ساعات، يعني اتوضى واصلي والميه تنزل بصلي، اعمل ايه يعني اعمل ايه؟ بس وليا طلبتين عند حضرتك. اتفضلي يا فندم. ممكن؟ تحت امرك. انا محتاجه بمبرز وعلاج، ممكن؟ طيب سيبي تليفونك في الكنترول، ما تقفليش، بلغيهم تليفونك وان شاء الله اهل الفضل هيتواصلوا مع حضرتك، ربنا يبارك فيك. الحقيقه مثل هذه الامهات الكريمات او الجدات الفضليات، شوف متصله بتسال عن دينها وهي من أهل الأعذار كما يسميها الفقهاء، يعني لا تتحكم زي ما أنت حضرتكم سمعتم الاتصال، لكن بتقول بصوم وصلي وحريصة. دي رسالة للشباب اللي قادرين يعبدوا الله سبحانه وتعالى وهم في كامل صحتهم وبيكسلوا. 74 سنة وظروفها ربما زي ما أنتم سامعين كده المادية، أسأل الله سبحانه وتعالى يعني أن ييسر التواصل معها
واهل الفضل يتواصلوا معاها ويتكفلوا بكل شؤونها يا رب العالمين. ودي مساله ما بتكلمش فيها كتير، لان شهر الخير وقلوب الناس مفتوحه على الخير مش بس في رمضان طول الامر. لكن انت من اهل الاعذار يا حجه، صلي على حالك ده وتوضي وصلي على قد ما تقدري كل صلاه، والله يتقبل منك يا رب العالمين ومن امثالك. ونسال الله سبحانه وتعالى لك عاجل الشفاء، شفاء لا يغادر سقما يا رب العالمين. قال تعالى: ما جعل عليكم في الدين من حرج. صلاتك مقبوله وصيامك ان شاء الله تبارك وتعالى. استاذ محمد سلام عليكم. السلام عليكم. اهلا وسهلا بك يا استاذ. اهلا بك. بقول اذا سمحت انا بتضبط كتير، يعني بين نقطتين الميه دول والنقطتين الميه دول 5 دقائق 10 دقائق. بتاخد علاج ولا؟ وانا خدت علاج كتير قوي، انا بقالي حوالي 4 سنين بنبض النقل. تمام. فمش عارف يعني ان يعني هل يجوز ان ربنا بيقول وما جعل عليكم الدين من حرج. تمام احسنت. هو والانسان مننا مريض وليس على المريض حرج. ده نص القران قال كده. طب حضرتك بتقدر تتوضا لكل صلاه؟ ايوه. تمام. وبعدين في نفس الوقت في آية كريمة بتقول إذا طلع ريح أو حاجة شيء من الغائط فتيمموا. نعم. فلمسهم النساء تيمموا. نعم. فمش عارف بقى، يعني أنا مش عارف أوصل بإن النبي عليه الصلاة والسلام بيقول في القبر 2، واحد تبول بنبله وواحد بيتكلم في حق الناس. جميل. بيعذبان. ربنا يبارك فيه. أنا هجاوبك يا حاج محمد، ربنا يتم شفاك على خير. والموضوع بسيط سهل. شوفوا يا جماعة، من عظمة الدين إن ربنا سبحانه وتعالى قال لنا: يريد الله بكم اليسر. يمكن في آيات الصيام: يريد الله بكم اليسر، يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. أنا هرجع للإجابة للحاج محمد، بس آخد الأخت آية. السلام عليكم ورحمة الله. عليكم السلام. اهلا يا ايه. الو. ايوه يا فندم. سلام. أيوة عليكم. حضرتك كنت عايزه اسالك بس، هو ينفع ان احنا ندي الزكاه بتاعتنا لاخواتنا؟ طيب السؤال ده لسه جاي لنا من شويه. حاضر يا أيوة. ماشي. بس الزوج ما يعلمش. الزوج ما يعلمش؟ ما يعرفش الموضوع، وهو لو يعرف مش هيوافق. يعني الزكاه دي من مالك ولا من مال الزوج؟ لا انا مش بشتغل. طيب ماشي، هجاوبك يا آية. حاضر. برضو آية تانية، ربنا يكتر من الآيات. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا. من فضل حضرتك، أنا ليا 3 أسئلة. اتفضل. أنا أحيانا بجمع بين العصر. أستأذنك تعلي صوتك شوية عشان أسمعك. أحيانا بجمع بين الظهر والعصر. نعم. المغرب. أحيانا بجمع بين الظهر والعصر أو العصر والمغرب. أنا ما عنديش حد يعني وضع بين الاثنين. لا يبدو. طب شوفي الشبكة كده، لأن أنا الصوت بيقطع الحقيقة، مش قادرة أجمع السؤال كله على بعض. أو حاولي تتصلي تاني، معلش حاولي الاتصال تاني. الحاج محمد الرجل الفاضل الكريم ربنا يتقبل منه. شوفوا يا جماعة، لسه الحاجة اللي قبله اللي هي 74 سنة ظروفها اللي انتوا سمعتوها الصحية مش قادرة تتحكم، ومع ذلك حريصة على الصلاة وحريصة على دينها. دي قبل ما نجاوب، قبل ما تبقى مسألة فقهية، رسالة لنا كلنا ان نشوف الانسان لما يبقى عايز ربنا سبحانه وتعالى بيبقى حريص ويتصل، وتقعد قدام التلفزيون وتتصل عشان الشيخ يجاوبها او يعني تطمئن لعبادتها ودينها. دي رسالة عظيمة جدا ان الأمة دي مليئة بالخيرات. كنتم خير أمة أخرجت للناس. اللي يقول إن الناس هلكوا، من قال هلك المسلمون فهو أهلكهم أو هو أهلكهم بهذا الكلام. لا، ما نحبطش بعض. الأمة مليانة خير ومليانة جمال، وإحنا شفنا في ظروف العالم اللي بتمر بيها قد إيه الناس بتتكافل ومقبلة على الله. ربنا بيدينا دروس، يبلونا بالشر والخير فتنة عشان نرجع إلى الله سبحانه وتعالى. فأدي والحاج محمد بيسأل على نقاط البول اللي بتنزل يتوضى ويدخل في الصلاة، وأنا سألته هل ده أنت بتاخد علاج؟ قال لي من زمان. إذن يدخل في عداد الذين هم أصحاب الأعذار،
واصحاب الاعذار لهم احكام خاصه في الشريعه. الامر اذا ضاق اتسع ولا يكلف الله نفسا الا وسعها، لا يكلف الله نفسا الا ما اتاها. لكن هو خايف من حاجه عجبتني قوي اللفته دي وهو بيقولها. بس اخد اتصال، مين معايا؟ استاذه سهير، السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. اهلا وسهلا بحضرتك. كل سنه وسيادتك وانت طيبه. كل سنه وسيادتك طيب، ربنا يبارك في عمرك وانت طيبه، ربنا يتقبل منا ومنك ويعود عليك بخير يا رب. احنا وانت والمسلمين جميعا يا رب العالمين. اتفضلي يا حاجه سهير. بص يا سيدي، انا عندي 67 سنه. اللهم بارك يا رب، ربنا يبارك في عمرك، ربنا يديك الصحه. وبعدين انا لما بقوم بالليل مؤاخذه يعني البول بينزل عليا ما بقدرش اتحكم فيه. فانا بمشي بطلع على الحمام بفتح المؤاخذة السخن والبارد وبتشطف وبستنجع وبتوضى. تمام. بتوضى وبقى اصلي. وبعدين وانا راجعه بيبقى السجادة اللي في الارض مبلوله بدوس عليها، مش قادره. مش قادره اعمل ايه؟ صح الصلاه ولا اعمل ايه؟ طيب انت الحكايه دي معاكي على طول بقالك سنين يعني؟ لا مش معايا على طول، لا مش معايا. انا كنت بتعالج من الكلى وبتعالج من الضغط وبتعالج، كان عندي فيروس اللي هو بتاع الريس، وبعدين تعالجت 5 شهور اللي هو فيروس سي يعني. وبعدين الحمد لله. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله، ربنا يتم عليك الشفاء. ماشي يا حاجة سهير. سؤال الحاجة سهير برضو مع سؤال مشابه يعني، مسألة ويمكن 3 أسئلة في هذا الاتجاه. دول من أصحاب الأعذار بيتوضوا إن استطاعوا لكل صلاة، لكن أنا بنصح الحاجة سهير إنها تبقى تلبس شبشب أو حاجة في رجليها عشان الأرض ما يبقاش فيها بعض ما سقط يعني من البول أو ما إلى ذلك. الاحتراز من النجاسات مهم جدا، لكن في حدود الطاقة. أصحاب الأعذار لهم ظروف خاصة، ومش عايزة يعني أفرد لكم في أدلة كثيرة جدا عشان وقت الحلقة. المهم لك الإجابة، اتوضى لكل صلاة إن استطعت أن هذا أن تفعل هذا، وتغسل مكان سقوط البول في الملابس الداخلية، والصلاة صحيحة بإذن الله. وهي تقريبا إجابة واحدة عن كل من سأل عن هذا الدعاء. أخونا الحاج محمد خايف من حديث فعلا مخيف. النبي صلى الله عليه وسلم اللي هو أشار لي الحديث ده، النبي صلى الله عليه وسلم مر على قبرين لرجلين، يعني ده مدفون في القبر ده والقبر جنب، فالنبي صلى الله عليه وسلم عدى عليهم، وكان من عادته أن يزور القبور عليه الصلاة والسلام ويدعو للمسلمين ويستغفر لهم، وأمرنا بذلك عليه الصلاة والسلام. فقال إنهما يعذبان وما يعذبان في كبير. طبعا مش اي حد مننا معدي كده ممكن يقول الحكاية دي على حد مثلا يعني بيكرهه ولا كان بينه وبينه مشاكل، او لا يستطيع ان يقول هذا الا من كان ينزل عليه الوحي والوحي انقطع. كتاب وسنة اكتمل، اليوم اكملت لكم دينكم واتممت عليكم. حدش يحكم على حد بالجنة ولا بالنار وهو على قيد الحياة ولا بعد الحياة، انما هذا حكم يتعلق بما كان ينزل ومن كان ينزل عليه الوحي رسول الله صلى الله عليه وسلم. لما النبي يقول ده من أهل الجنة يشهد له بالجنة أو بالنار، يبقى هذا بوحي من الله سبحانه وتعالى. من بعد النبي لا أبو بكر ولا عمر ولا الخلفاء ولا الصحابة ولا كل الأجيال المسلمة يوم القيامة تستطيع أن تحكم لأحد بالجنة أو بالنار. نرجع تاني ربما إذا في وقت الحديث يعذبان هذا، لأن ده مهم الكلام. مين معانا؟ الأخت أم رحمة. أيوة اسكندرية. السلام عليكم أم رحمة. عليكم السلام ورحمة الله. أهلا بك. لو سمحت حضرتك، أنا والدي توفى وليه أخوات من أبويا يعني، وهو ما عدلش يعني، وقال اللي سايبه إيه وفلوسه إيه وحاجته إيه، وما شفناش غير يعني بعد ما كبرنا يعني. فدلوقتي ما سألناهم قالوا ما سابش غير حاجة بسيطة، وأنا بصراحة مش قادرة أسامحه، وهم مش يعني اللي هو فعلا ساب اموال عقارات فلوس ولا ما تعرفوش؟ ما نعرفش. في حد من اخواتك هو اللي عارف عنده المعلومات دي ومخبي عليكم؟ هم قالوا حاجه بسيطه ومش قايلين يعني كل حاجه. فهل هو يعاقب على كده ان هو لو ما قالش
لينا او هم خدوا وما قالوش؟ هل هم في عقوبه اللي عليهم؟ طيب حاضر. وانا لو هو انا يعني دعيت قلت ان كان هو ما عدلش فانا مش مسامحاه، فهل يبقى في عقوبه عليا كده؟ ماشي، السؤال برضو مهم وبالاسف بيقع فيه بعض الناس. لا، الانسان في حياته يعدل في العطيه بين اولاده ما استطاع الى ذلك سبيلا، وده في يعني اوامر الهيه واوامر نبويه ان احنا نعدل بين اولادنا، انما نمنح بعض الاولاد جزء ونحرم الاخرين هذا حرام وهذا لا يجوز وهذا ليس من العدل. وهذه النبي صلى الله عليه وسلم رفض ان يشهد على من يعطي عطيه لبعض اولاده، اظن حديث النعمان بن بشير قال اكل اولادك منحتهم هذا؟ قال لا، قال فانا لا اشهد على زور. لكن اذا الانسان عمل كده ولقي ربه سبحانه وتعالى، خلاص الانسان بين يدي الله سبحانه وتعالى يحاسب في فيما كسب، فيما اخذ من مال وفيما انفق، كما في الحديث لا تزول قدم عبد يوم القيامه حتى يسال عن اربع، اول حاجه عن ماله من اين اكتسبه وفيما انفقه، فمش هيعدل لما يسال عن هذا الا ان يشاء ربي شيئا. فطب احنا دورنا كاولاده يعني واغفر لابي، رب ارحمهما كما ربياني صغيرة، حتى لو كان ظلمك الدعاء بالرحمة والمغفرة هذا مش للميت بس، مش يعني يدفع الله به العذاب عن الميت فقط، إنما هذا مريح للنفس. ربنا اغفر لنا، ربنا علمنا كده ان احنا ندعو بهذا الدعاء مش بس لوالدينا، للعموم المسلمين. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. شوفوا جمال الدعاء، حتى لو ده ظلمك ولا دعاك، مجرد الدعاء بهذه الصيغة مريح للنفس عشان ما تفضليش يعني حتى في قلبك، خصوصا المعلومات مش كاملة، هو أفضى إلى ربه سبحانه وتعالى. نسأل الله أن يغفر له، ولعل الله سبحانه وتعالى بدعائك هذا له يفتح لك أبواب الرزق من حيث لا تحتسبي. طيب أخذ اتصال. طب شكرا، معلش الاتصال قطع. استاذه سوزان من بني سويف، السلام عليكم. استاذه سوزان، سوزان السلام عليكم. السلام ورحمه الله وبركاته، ازيك يا شيخ؟ اهلا بيك يا مرحبا. كل سنه وانت طيب. وانت طيبه يا ماما. اسمعيني بس من التليفون ووطي التلفزيون على الاخر. بقول لك يا شيخ. ها اتفضلي. بقول لك يا شيخ، أنا كنت بصوم من زمان وتدور عليا، وأنا دلوقتي كبيرة وعندي 71 سنة ومش عارفة أعمل إيه في الصيام ده، ومش قادرة أسوق أول سؤال. كان سؤال يا شيخ، أنا بقى أحدث حدثان كتير يا شيخ ومش قادرة أقف. ثالث سؤال يا شيخ، أنا بشوفني أنا ماشي على حاجة كده والحاجة بتتلذذ بيا وحاجة، بس أنا بنزل يا شيخ، بس أنا بنزل يا شيخ، بس البتاع دي بتكرر معايا كتير يا شيخ. سيدنا الله يصلح لك الحال يا شيخ. لا لا ارجع اسلام. هو ده؟ بس يا شيخ. ماشي ماشي. طيب أنا فهمت من جزء من سؤالها لأن صوتها بس ضعيف شوية. ها؟ أيوة يا شيخ. أيوة أيوة. أنا بس عايز أفهم النصيحة بقت يا شيخ، والله أنا محتارة وغلبانة وتعبانة ومش عارفة أعمل إيه يا شيخ، تعبانة خالص يا شيخ من الحلم اللي بشوفه، وبشوف حلم كتيرة وحشة، ومع إني بصلي وأصوم والفجر بصلح حاضر يا شيخ. وأنا بتشوفي أحلام وحشة؟ بتشوفي كوابيس؟ طيب أنا فهمت. أيوة يا شيخ، ماشي. سيدنا الله يصلح لك الحلم. حاضر 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 يا أم، حاضر يا ماما. ربنا يعفو عنك يا رب العالمين. مسألة الأحلام والكوابيس وتكرارها والتعابين وما إلى ذلك بتحتمل أولا طبعا هذا من الشيطان، والنبي صلى الله عليه وسلم علمنا إذا رأينا حلما ألا نقصه على أحد، ما نحكوش حلم. هو الحلم أصلا معناه أنه يبقى مزعج وكابوس وما إلى ذلك، ويقوم الإنسان منه متضايق وخايف، لا يبنى عليه عمل خالص. الأحلام مش وحي، إنما الرؤى مبشرات، إنما الحلم من الشيطان خلاص.
لو راينا حلم ما نحكوش ونبقى قلقانين وما الى ذلك، دي اخر حاجه بيقدر يعملها معاك الشيطان وخلاص، وبتدفل على يسارك يعني تنفخ ثلاث مرات كده كده يعني، وبعد ان تستعيذ بالله من الشيطان الرجيم والنبي قال فانه لا يضرك. لكن احنا في قصه الاحلام عندنا اوهام كبيره جدا، وانما شفت رؤيه طيبه بتحكي تبقى فرحانه، شفت الكعبه بتصلي فيها، بتشربي زمزم، اي من هذا بنحكيها لمن نحب ونتمسم فيه الخير، ومش اي حد يقدر يستطيع ان يفسر الاحلام. لكن يبدو انك محتاجه الشيخ ابراهيم شهاب، انا هنا في قناه الصحه والجمال، لانه بيعالج بيرقي بالرقيه الشرعيه، يبدو انك محتاجه فعلا حد يعلمك وكيف ترقي نفسك قبل النوم عشان الاحلام المتكرره اللي تعباكي دي ان شاء الله. لكن انا فهمت، مش عارف، انا مش عارف الحق اجاوب على بقيه سؤالها، الاسئله كتير. مين معايا؟ ام محمود من القاهره. السلام عليكم ام محمود. ام محمود السلام عليكم. وعليكم السلام. اهلا بيك. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. هنقول زي ما بنقول لكل الناس بعد اذنك اهلا وسهلا. اسمعيني من التليفون ووطي التلفزيون خالص. لا هستفسر منك بس حاجه. تمام. لا وطي التلفزيون قبل ما تكلميني. هستفسر منك بس على سؤالين يا شيخ. تمام انا معاكي سامع. وطيت التلفزيون يا شيخ. بقول لك حضرتك انا لو عايزه اطلع مال الزكاه لعيالي هل يجوز؟ اطلع مال الزكاه لعيالي هل يجوز؟ ايوه لاولادك يعني متجوزين؟ اه. طيب هجاوب. وساعات انا لما اجي اصلي بنسى افراد الصلاه، بنسى يعني زي صور كده. بتنسي صور يعني بتقري الفاتحه وتقري مثلا بعدها ايه؟ بصلي كام صوره كده بس في صور بنساها. يعني بتصلي في التهجد ولا في صلاة الفريضة ولا ايه؟ في القيام ولا الفريضة؟ طيب. طب. ماشي يا ام محمود. احنا قلنا ان يجوز اعطاء الزكاة للابناء المتزوجين اذا كانوا من اهل الزكاة الصدق. اذا كانوا من الفقراء والمساكين اللي هي مصارف الزكاة المعروف، مش لمجرد ان هم اولادي يبقى اولى هم اولى بالزكاه، فان هم لا يستحقوا وغيرهم يستحق، فلازم يتحقق شرط الزكاه في هذا. لكن طبعا عشان نعكس الموضوع برضه بالمناسبه نقول ان الزكاه لا يجوز ان يعطيها الابن للوالدين ابوه او امه، لان النفقه عليهم واجبه عليه. نعم. مع استاذ زين من سوهاج. السلام عليكم. الو السلام عليكم. يا مرحبا. عليكم السلام ورحمه الله يا حاج زين. ازيك يا شيخنا؟ الله يبارك في عمرك. طيبين. وانت طيب يا حبيبي، ربنا يبارك فيك. ربنا يزيح الامه ان شاء الله على رب يا رب. على العرب كله بخير باذن الله. آمين. يا رب. ونرى المساجد اتفتحوا وشوف دين الله افواجا جميعا ان شاء. آمين. الله يا رب. يا رب العالمين. بص يا شيخنا انا في حلم غريب شويه بس يعني انا حاسس ان هو كويس، فاهمني؟ بشر. انا احلمت يعني ان انا كنت قاعد مع جماعه وشويه نخل كده وزرع، في واحد كده لابس جلابيه فيها كم قطعه يعني مقطع يعني في روع جلابيه في روع، بيقول للناس بيبيع حاجه للناس، فانا بقول له ما تقولش للناس اللي قاعده دي، انت ارفع ايدك كده وقول يا ربنا اديني يا رب. فانا لقيت نفسي وانا برفع ايدي لفوق الراجل ده لقيت نفسي كده وسط تحت النخل خالص، فجأت بنوم شديد قوي يعني، فقمت مفزوع فمش عارف ايه الحلم دوت. انا حلمه هو كويس، انا حاسس ان هو كويس يعني نفسيتي مرتاحه. انت قمت مبسوط يعني وانت تدعو الله سبحانه وتعالى في الحلم زي ما انا سمعت يعني. الحمد لله يا رب. الحمد لله. هو هو موضوع الدعاء، انا مش بفسر احلام لكن هو موضوع الدعاء اقرب يعني، الدعاء هو العباده. نحن في كل وقت وخصوصا في هذه الايام وفي هذه الاوقات لا ملجأ من الله الا اليه، فرصة ان احنا ندعو الله، يمكن غفلنا نسينا شوية الدنيا خدتنا، فرصة ان احنا نطرق باب الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون، اسماء الله وصفاته، فرصة ان احنا ندعو الله كده بإلحاح وبعمق وبخشوع وبضراعة وبيقين وبتمام الإيمان أنه سبحانه وتعالى على كل شيء قدير، وأنه مع كل أخذنا
بالأسباب ليس لها من دون الله كاشفة. هو في لحظة قصة كورونا دي تنتهي بقدرة الله وبعظمة الله، احنا على يقين بأن ربنا سبحانه وتعالى يعني مع كل اللي حاصل مخفف عنا. الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفة، ناخد كل احتياطاتنا واحترازاتنا وحذرنا زي ما المسؤولين بيقولوا لنا والصحة بتقول لنا وما إلى ذلك. لا تفريط في هذا، لأن الأخذ بالحذر ده من عمق الدين ومن أساس الدين، لكن هذا لا يمنعنا من التوكل على الله والضراعة في كل وقت لله سبحانه وتعالى. ربنا سبحانه وتعالى بيقول لنا أنا قريب منكم بس ادعوني، ارفعوا ايديكم إلى الله سبحانه وتعالى. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان. أنا قبل ما الوقت يداهمنا عايز أرجع تاني لجزء من سؤال ربما ما قدرتش أجاوب لتلاحق الاتصالات كل الأسئلة، لكن إن شاء الله هيكون لي مع حضراتكم كل ثلاث من في هذه القناة الطيبة الصحة والجمال لقاء أسبوعي بإذن الله في برنامج هذا ديننا نجاوب فيه على بقية الأسئلة إن شاء الله. لكن عايز أقول لكم حديث النبي صلى الله عليه وسلم اللي قال فيه إنهما مر على رجل على قبرين وقال لرجلين قال إنهما يعذبان وما يعذبان في كبير، يعني أمر يحسبه الناس بسيط لكن هو فعلا كبير عند الله وفي ميزان شرع الله أمر خطير جدا يعني، لكن في عادة الناس بيستهونوا به زي ما كتير جدا من الكبائر ممكن تأتي على ألسنتنا في غيبة في نميمة في كلمة فاحشة وإحنا مش واخدين بالنا أنها من الكبائر الموبقات المهلكات والعياذ بالله. فالنبي قال أما أحدهما فكان لا يستبرئ أو لا يستنزه من بوله. أنت تبص فعلا دي حاجة بسيطة بقى، دي حاجة تستدعي أو توجب عليه عذاب القبر، كان لا يستبرئ من بوله، وفي رواية لا يستتر من بوله. لا يستبرئ يعني قادر أنه هو يتطهر من التبول من بعد ما يدخل الحمام يتشطف يستنجى يتطهر، ودي ربنا يحبها، إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. وأبطال التطهر والطهارة على مستوى العالم الآن زي ما بتقروا في التقارير بتسمعوا في النشرات وبتشوفوا في البرامج هم المسلمون بفضل الله سبحانه وتعالى، اللي هم ربنا أوجب عليهم الوضوء لكل صلاة والطهارة والاغتسال. وهذا الباب وأول باب من أبواب كتب الفقه باب الطهارة وأنواع المياه، يعني المسألة دي سابقة الأمراض والابتلاءات بفضل الله سبحانه وتعالى، وربما تكون يعني إحنا أقل من غيرنا فيما هو مع كل الدعوة للاحتراز وأخذ الحذر وما إلى ذلك بفضل الله سبحانه وتعالى. فعشان كده النبي صلى الله عليه وسلم عذاب القبر معظمه من هذا التبول وهذا هذه النجاسات التي لا تجوز لمسلم. أما الآخر فكان يمشي بين الناس بالنميمة، يعني بيوقع بين الناس، وهذه تحلو لبعض الناس والعياذ بالله، لكن تبقى تقيلة على قلب المؤمن. المؤمن يمشي بين الناس بإفشاء السلام ويمشي بين الناس بالإصلاح بين الناس. لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس. هو ده شغل المسلم، إنما ياخد من هنا يبلغ هنا ويكلم عن ده وده قال عليك كلمة وحشة وده معرفش إيه، هذه ليست من صفات المسلم الذي عرف الله تبارك وتعالى حق المعرفة. أنا في غاية الاستمتاع الحقيقة بأن أنا أكون موجود بين حضراتكم، وأسئلتكم اللي وردت تدل على حرصكم على دينكم وعلى صيامكم وعلى صلاتكم وعلى طهارتكم، ورغم اللي فيه اللي عنده مرض اللي مش قادر. أسأل الله أن يمن سبحانه وتعالى بالشفاء العاجل على مرضانا ومرضى المسلمين وعلى الناس أجمعين يا رب العالمين. بقول يا رب اللهم رب الناس أذهب الباس اشفي أنت الشافي، لا شفاء إلا شفاءك شفاء لا يغادر سقما. في نهاية الحلقة أنا بشكر حضراتكم، وتعالوا في هذه الدقيقة ما تبقى نبتهل إلى الله سبحانه وتعالى ونحن مقبلين على ساعة الفرحة ساعة الإفطار. إحنا رايحين على المغرب كده وأبواب السماء قد فتحت في هذا الشهر. ندعو الله سبحانه وتعالى من أعماق قلوبنا، اللهم إني أعلم أنك غفور فاغفر لنا. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا وحبيبنا ورسولنا محمد
وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم آت نفوسنا تقواها، زكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم إنا نعوذ بك من الهم والحزن، ونعوذ بك من العجز والكسل، ونعوذ بك من الجبن والبخل، ونعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال. اللهم إنا نعلم أنك رحيم فارحمنا يا رب، نعلم أنك رحيم فارحمنا، ونعلم أنك كريم فأكرمنا، ونعلم أنك تواب فتب علينا. اللهم تب علينا توبة ترضيك عنا. اللهم يا رب العالمين، إنا ضعفاء، فقو في رضاك ضعفنا يا رب، قو في رضاك ضعفنا، وتول جميع أمورنا، وأحسن يا ربنا خلاصنا، وبلغنا مما يرضيك آمالنا. اللهم أنزل رحمتك وهدايتك وبركتك ورزقك الواسع الحلال على بلادنا وبلاد المسلمين. اللهم أمننا في ديارنا، اللهم أسبل علينا سترك، اللهم قنا شر خلقك. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة، ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم تقبل صيامنا يا رب، تقبل صيامنا. اللهم تقبل صيامنا وقيامنا وركوعنا وسجودنا. اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا يا رب، اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا، ونور أبصارنا، وجلاء أحزاننا، وذهاب همومنا. اللهم اجعله حجة لنا لا علينا، اللهم اجعله حجة لنا لا علينا. اللهم إنا نعوذ بك أن نذكر بك وننساك، أو ندل الناس عليك ثم ننشغل عنك، أو ننصرف عنك إلى سواك برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك شفاء لمرضانا ومرضى المسلمين. اللهم اغفر لجميع موتى المسلمين الذين شهدوا لك بالوحدانية وآمنوا بنبيك. اللهم اجمعنا بنبينا كما آمنا به ولم نره، ولا تفرق بيننا وبينه يوم القيامة حتى تدخلنا مدخلة. اللهم أوردنا حوضه، واسقنا من يده الشريفة شربة هنيئة لا نظمأ بعدها أبدا. اللهم اجعلنا تحت لوائه، اللهم اجعلنا في مجلسه في مقامه الأمين يوم يقوم الناس لرب العالمين. اللهم إنا نسألك ألا ننصرف من مجلسنا هذا إلا وقد غفرت لنا ولجميع المسلمين أحيائهم وأمواتهم، وأنت أرحم الراحمين. والحمد لله رب العالمين.